جموع من المصلين والمتهجدين استقبلتهم المساجد في الليلة الأولى من الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، وفي مسجد الدولة الكبير توافد المئات تحريا لليلة الغدر والتماسا لفضل هذه الأيام المباركة. أثمر هذا الأمن الذي نعيش فيه وهذا التنظيم وهذا الترتيب وما نراه من أمور تثلج الصدر وشعائر ظاهرة في هذه الأيام الطيبة، قيام في أكثر المساجد من فضل الله، تلاوة القرآن، ذكر واستغفار ودعاء وصدقات وزكوات وإلى آخره من أبواب البر التي يصعب حصرها. دورنا مثل ما قلنا هو نشوف الحالات، في حالات تكون فيهم مرض مثل ضغط أو سكر أو أي حالة كانت نحاول نساعدهم، إذا كان احتياج إذا ساعدنا مثل بالموقع يحتاج المساعدة أو أن يحتاج النقل للجهات الثانية مثل اللي هي طوارئ طبية ننقل الحالة هذه، وإن شاء الله تأدي الأيام هذه إن شاء الله ما في كل خير إن شاء الله. كافة الجهات الحكومية والأهلية والخاصة اتخذت جميع الاستعدادات لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المصلين سواء الرجال أو النساء، والمتوقع وصولهم ل 150 ألف مصل في ليلة 27 رمضان. من رمضان اللي طاف بعد العيد نجتمع ونشوف شنو الأخطاء اللي وقعنا فيها ونحاول نتحاشاها كثر ما نقدر. طبعا عندنا صعوبات يعني واجهتنا السنة، اللي هو طبعا أول هالشيء احنا ما علينا يعني ما لنا سيطرة على الجو الحار، طبعا منع الخيام برا، هذه تجديد الطرق برا. الجهات جدا متعاونة يعني طبعا نقول الداخلية تنظيم السير، الأمن الداخلي، الصحة لو واحد يطيح تلاقي سيدة يعني الأطباء موجودين إن شاء الله. قراءة القرآن الحمد لله للحين صرت خاتمة يعني مرتين بالله الحمد يعني، بالإضافة إلى يمعتنا يعني أحيانا نتبحث بأمور يعني أحاديث والسوالف يعني مع الأقارب يعني مع الأهل، وهذا في مثل زاوية إحنا نسمينها هذه نقعد فيها ونقعد نتناقش بالأمور يعني. بر الوالدين وصلة الرحم والصلاة في المسجد وقراءة القرآن والحفظ بالقرآن والمحاضرات الدينية والحمد لله فضل الله موجودة بالكويت في مساجد الكويت والحمد لله وجود المشايخ وتعليمهم والله يبارك فيهم. دروس وخواطر إيمانية ومسابقات ثقافية وأنشطة نسائية بالإضافة إلى استقبال الزيارات والمعتكف، خدمات يقدمها المسجد الكبير. حسن بن غيام، تلفزيون دولة الكويت.